إذن مشاهدي الكرام، نتجه معكم إلى إيطاليا، فبمشاركة كويتية من أكثر من 30 فنان وشاعر عربي في إيطاليا وأيضا إيطالي، أقامت المنظمة العربية الأوروبية في العاصمة الإيطالية روما المعرض العربي الدولي الأول تحت عنوان نظرة إلى الشرق، طبعا بهدف نقل الثقافة العربية إلى الأوروبيين. هذا وشارك الفنان الكويتي طارق حمادة بثلاث لوحات فنية حظيت بإعجاب الحاضرين من مختلف الجنسيات. نتابع ومن ثم لنا عودة. احتضنت العاصمة الإيطالية روما المعرض الفني العربي الدولي الأول بمشاركة أكثر من 30 فنانا وشاعرا من العرب والإيطاليين، يتقدمهم الفنان التشكيلي الكويتي طارق حمادة الذي يطل بلوحاته لأول مرة على أوروبا من خلال هذا المعرض الثري بالفن والفنانين بحضور ممثل سفارة الكويت الملحق مساعد القطان ولفيف من الإعلاميين الإيطاليين والعرب. معرض يهدف إلى نقل الثقافة العربية إلى الأوروبيين. ولله الحمد أنا اشتركت بثلاث لوحات الموجودة تبين التراث الكويتي وحاضرنا والمستقبل الكويت من ما شهدته من حضارة وعمران، وحضر جمهور كبير من الأجانب الإيطاليين بالإضافة إلى الجاليات الموجودة العربية. وكان جدا احنا اشتراكنا في ثلاث لوحات بينت نقل التراث الكويتي من الماضي إلى ما وصلت فيه الكويت من تقدم وازدهار وأيضا الحضارة العمرانية. المعرض يقام في المركز الثقافي الإسلامي الكبير تحت عنوان نظرة إلى الشرق، وتقيمه المنظمة العربية الأوروبية لنقل الثقافة في بروكسل بدعم من الاتحاد الأوروبي. معرض الرسم يشترك به عديد من النخب الفنية الرائعة في الوطن العربي وأوروبا، ومثل ما تشوفون اللوحة المهمة هي جزء من ثلاث لوحات بمشاركة الفنان العالمي من دولة الكويت الأستاذ طارق حمادة، واللي تعتبر إلى المشاركة الأولى في أوروبا، واللي في المناسبة كانت مفاجأة المعرض. معرض في قلب أوروبا، أوروبا وعاصمة الثقافة روما كانت مفاجأة إلها مشاركة هذا الفنان الرائع اللي هو يعتبر مفخرة إلى الكويت. ثلاث لوحات للفنان الكويتي حازت على إعجاب الحاضرين من جميع الجنسيات بين 100 لوحة فنية تعبر عن شعور الفنانين العابر للحدود والانتماء إلى عالم متداخل الثقافات، تجسيدا للتواصل الثقافي بين العالم العربي وأوروبا.